إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى ضحايا السحر المدفون بالمقابر، حيث تعرفت على صورتها من خلال تقرير بث على قناة النهار يعنى بضحايا السحر قبل أيام قليلة، لتصطدم بوجود صورتها بين الأغراض المسحورة. كاميرا قناة النهار استمعت إلى قصة هذه السيدة مع هند مري. سحر، طلاسم، شعوذة، مشاهد صادمة. بعد أقل من أسبوع من بث النهار لتقرير تنظيف المقابر وما كشفت من مستور، سحر، طلاسم وشعوذة. التقرير لم يمر مرور الكرام على السيدة كريمة، فالصدمة كانت كبيرة. قصة أغرب من الخيال. كريمة وهي تشاهد الأخبار كعادتها من قناة النهار ترى صورها وصورة ابنتها من بين القطع التي وجدت في المقبرة، صور عليها طلاسم وخزعبلات. مريضة مانيش حملتها، درتها في قفة تاع حمام، غلقت عليها وديتها بيدياخت، حتى هو خلع قال لي مدام راكي سرقتها هذه، حتى درتي لها هكذا، وانا ما تقبلتهاش نهائيا. ضربني وضربها، قريب قتلها. حدوك يتسقم، دوك يتسقم، ما كاين والو، ما تسقمش بعد خلاص. من عام الاول السنه وليت نشوف فيه ظلمه، كان يومين طلقني عندها واحد العامين قولي ولا نقول، عاود لي في المولود وعاود لي هذه المره طلقي. دوك نطلقك نطقهم بالثلاثه، وقال لي ربي سهل عليك. كي وراوها شتها، قلت لها بالك هي بالك ماشي هي، عيطت لوستين، عيطت لدارنا، مام دارنا بابا كبير وعرفها. يعني كي درنا يصورني انا خدمت اليدي هكذا، خدمنا كي درنا يصوروني ما نحبش شي، واش خدمت هكذا باك هما حكموني. يعني شحال مره نرقي نشوف بصح ما نقدر. شغل انا استهزيت نورمال، ولا باش يمرضوني ويكسروني كيما يقول لك مرضوني. حطموا لي حياتي، حطموا 5 دراري، وش نقول لهم انايا؟ يعني نقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. الضحية أكدت للقناة أنها عاشت حياة جحيم منذ ولادة ابنتها الصغرى، كالطلاق وإصابتها بالأمراض، لكن وبعد هذه الصدفة ورؤية صورها قد تجد طريقها للعلاج.